للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تخطيط المشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان. دكتور وليد، بعد التحية وكل التهنئة على هذه الصفقة الأكبر في تاريخ العمران المصري، يعني شراكة مصرية إماراتية بتأتي تتويجا لجهود الإدارة المصرية خلال السنوات الثمانية الماضية لتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، كيف ترى ذلك؟ اهلا بحضرتك واهلا بجمهورك الكريم، وبنبارك للشعب المصري كله على الصفقه الكبيره الضخمه اللي اول مره تحصل في تاريخ جمهوريه مصر العربيه، ويمكن يعني على مستوى العالم مش هتلاقي صفقات بهذا القدر الكبير. طبعا الصفقه زي يمكن حضرتك اوضحت هي مشاركه ما بيننا وما بين اكبر دوله الامارات ممثله في شركه ابو ظبي القابضه بشراكه مصريه بكل القوانين والقواعد المصرية الخاصة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بنتكلم في حوالي 40 ألف فدان اللي هي متمثل 170 مليون متر مربع، هتولد حوالي 8 مليون فرصة عمل، عدد كبير جدا من الفرص. هتعمل على تنفيذ مخطط استراتيجي للساحل الشمالي، كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من ضمن اهدافه تنميه الساحل الشمالي وان هو يبقى دايما في اعمال طول السنه. هتضخ حجم ضخم جدا من الدولار اللي هياثر طبعا بشكل ايجابي في السوق المصري وهيقلل من التضخم. طبعا كل ده ايجابيات كبيره جدا ان شاء الله في الايام القادمه هتظهر نتيجتها على السوق المصري وللشعب المصري. طب دكتور وليد، يعني حضرتك اشرت انها والسيد رئيس مجلس الوزراء اكد اكثر من مره انها شراكه وليس بيع اصول، يعني مزبوط. ما هي حصه الجانب المصري في هذه الشراكه؟ نرجو التوضيح. حصه الجانب المصري 35 مليار دولار مباشر، مش حتى يعني مش بالتقسيط، بتتم خلال شهرين. لينا 35% من ناتج الارباح طول فتره المشروع، طول ما المشروع شغال احنا لينا 35% من الارباح بخلاف ال 35 مليار دولار اللي هيتم ضخهم على دفعتين زي ما اشار دوله الرئيس، ان في 10 مليار و5 اللي هم 15 دول الدفعه الاولانيه، ثم 20 مليار دول الدفعه الثانيه بشكل مباشر، ثم بعد كده بمجرد ما المشروع بيبدا يشتغل بنفضل مدى الحياه بناخد مدى حياه المشروع بناخد 35% من ارباحه. تمام. دكتور وليد، يعني السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث عن عدد كبير من مزايا هذه الصفقه، وهي وممكن من اهمها توفير فرص العمل، يعني هل لك ان توضح لنا الى اي مدى هذه المشروعات الكبيره توفر لنا ملايين من فرص العمل، او لو بشكل تقديري العدد الاولي الذي سيوفره هذا المشروع الضخم من فرص عمل في مراحله الاولى؟ يمكن دولة الرئيس اشار ل 8 مليون فرصة عمل يعني مباشرة وغير مباشرة. انت حضرتك بمجرد ما بيبدا المشروع يشتغل العمالة طبعا بتبقى هم هيعتمدوا بالكامل على العمالة المصرية، على شركات الاتحاد المقاولات المصري، يعني بالتالي كل شركات المقاولات شركات الافراد هيأثر بشكل ايجابي جدا. انت هتوفر كل الفرص دي ليهم بمجرد ما يبدا المشروع في التنفيذ، ويمكن المشروع فور التعاقد على طول ان شاء الله التنفيذ يبدا فورا بعد اعتماد الرسومات بتاعته، هيبقى في شغل دائم في الموقع هيستوعب كل الفرص العماله بشكل كبير جدا يعني. طب دكتور، الى اي مدى ستفتح تلك الشراكه بابا لتطوير مزيد من المناطق السياحيه والتجاريه المصريه؟ هو احنا طبعا هو احنا يعني مش اول اتفاق مشاركه تم، يمكن احنا في اتفاقات كتير تمت قبل كده، وان شاء الله هيبقى الاتفاق ده هيفتح الباب بقى لشراكات اكبر وبشكل مستمر، لان ده بيحقق عائد استدامه، يعني في استدامه دخل للدوله، ما بيبقاش بس مجرد ان حضرتك دخلت دخل للدوله، انت حضرتك بتعمل استدامه بشكل دكتور وليد. طيب هو يعني يبدو ان الصوت انقطع بدكتور
وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تخطيط المشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان. دكتور وليد، يعني إذا كنت معي، كنا نتحدث عن مزايا هذه الصفقة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، تشغيل عدد كبير من المصانع المصرية لخدمة هذا المشروع. احنا زي ما حضرتك بص حضرتك، احنا المشروع ده هيحتاج مناطق صناعيه وهيحتاج عدد كبير من المولات كام، فبالتالي احنا ان يقع. عذرا المقاطعه دكتور، يعني هل لك ان تتحرك يمينا او يسارا حتى يتحسن الصوت قليلا يعني؟ بالتأكيد دكتور وليد، بالتأكيد نحن نتحدث عن هذه الصفقة الأهم في تاريخ العمران المصري والتي أعلن عنها رئيس الوزراء منذ قليل، والتي تتضمن مشروع تنموي كبير سياحي في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. دكتور وليد لا تزال معي؟ طب سنحاول الاتصال مرة أخرى بالدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تخطيط المشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان.